تفقد اليوم وزير الصحة وسكان إصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف مختلف المراكز الاستشفائية ومشاريع قطاعية بولاية تيزي وزو. ريمار وابح. الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض والتكفل به على أحسن وجه هو ما أكد عليه وزير الصحة عبد الملك بوضياف خلال وقفته التفقدية لمستشفى إغيل أحريز بتكزرت والمستشفى الجامعي نذير محمد بولاية تيزي وزو. لأنه كلنا نخدم من أجل المريض، لا في ناليتي النهاية نتاع كل المجهود اللي قاعد ندير فيه هو أننا نصل إلى خدمة راقية للمريض. برنامج تكويني كبير للاستجابة لصحة كل مريض أينما كان خصوصا بالمناطق النائية هو ما ستعرفه الولاية على غرار باقي ولايات الوطن. العام هذا في تكوين 6500 واحد على مستوى الوطن، والعام المقبل 6500 واحد آخر، يعني حوالي 12000 لي زاتياس هذوما اللي قدموا لي برومي سوا او مالاد. هذه انا نظن بانه مكسب كبير لقطاع الصحه. العام هذا راح نتحصل على حوالي 9600 باراميديكو اللي باش يتخرجوا، وهذم كلهم راح يجيو يكونوا اضافه لخدمه المريض ان شاء الله. وخلال تفقده لمستشفى جراحة القلب لدى الأطفال بذرع بن خدة شدد عبد الملك بوضياف على وجوب استلامه خلال مدة 3 أشهر كأقصى حد بكل التجهيزات الضرورية، كما وقف عند أرضية مشروع المستشفى الجامعي الجديد للولاية.